زين ابو احمد، خليني اسالك، انت يعني مؤيد الموضوع؟ تريد الدوام يكون حضوري لكل الصفوف؟ لو معترض على القرار؟ والله بالحقيقه انا مع مؤيد للموضوع ومؤيد حضور الطالب. الى ليش مؤيد ابو احمد؟ ليش مؤيد موضوعة التعليم الالكتروني او عن بعد يكون يعني غير جيد قياسا بالحضوري؟ وان كان واجهة بالوقت الحاضر ضرورة منها، لكنها لا تفي بالغرض. لا تفي بالغرض. طيب، ان اهم ما يمكن ان نلاحظه من جانب نفسي هو تواجد التلميذ امام استاذه. نعم، وهذا جانب مهم ويبدو تأثيره واضحا على التلميذ.